ثلاث عادات مهمة جدا لو عملتها كل يوم أول ما تقوم من النوم هتحسن صحتك بشكل كبير. هقول لك هما إيه، بس قبل ما أقول لك ما تنساش تعمل لي فولو وتعمل لايك وتشارك الفيديو، يمكن حد يستفاد منه. الحقيقة إن أول فترة في اليوم هي تقريبا أهم فترة، وعلشان كده في حاجات لازم تبدأ بيها يومك علشان تحسن بقية اليوم. زي أول وأهم حاجة هي إنك تشرب مية أول ما تقوم من النوم، وشرب كوباية أو اتنين من المية أول ما تصحى من أكتر الحاجات اللي بتفيد الجسم. تاني حاجة إن أول حاجة تاكلها أو تدخل معدتك تكون فاكهة، ويا سلام لو كانت شوية تمر، وده لأن الفاكهة بتكون خفيفة على الجسم ومش بتاخد طاقة كبيرة منه في الهضم، وكمان بتساعد على تطهير الجسم من حاجات كتير. تالت حاجة هي إنك بعد ما تصحى من النوم ما تصدمش دماغك بالحاجات اللي عليك، لازم تاخد فترة تصفي فيها دماغك وتفكيرك وما تفكرش في أي حاجة، وده هيساعدك إنك تجهز دماغك لبقية اليوم. فجرب تبدأ يومك بالحاجات دي وإن شاء الله مش هتندم. أشوفكم في فيديو جاي، مع السلامة. خمس حاجات لازم تزودهم وخمس حاجات لازم تقللهم علشان تحسن صحتك وحياتك، بدل ما كل يوم صحتك بتتبهدل عن اليوم اللي قبله. هقول لك هما ايه، بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل لي فولو وتعمل لايك وتشارك الفيديو، يمكن حد يستفاد منه. اول حاجه لازم تقلل السكر وتزود الفاكهه. تاني حاجه لازم تقلل اللحوم وتزود الخضار. تالت حاجه لازم تقلل القلق والتوتر وتزود النوم. رابع حاجة لازم تقلل القعدة والركوب وتزود المشي. وآخر حاجة لازم تقلل العصبية والغضب وتزود الضحك. الحاجات دي لو عملتها وبدأت تتعود عليها يوم ورا التاني، صدقني يومك هيبقى أحسن وتفكيرك هيبقى أنقى وصحتك هتتحسن كل يوم، حتى لما تيجي تنام هتنام مرتاح. فجرب الحاجات دي وإن شاء الله تلاقي نتيجة. أشوفكم في فيديو جاي، مع السلامة.